تهجير وترويع وتصدير الأزمة هي المعاني التي تخفيها الجمل المنمقة والمصطلحات الرنانة كالمناطق الآمنة والاتجاه جنوباً. تلك الكلمات التي تعني تصفية القضية وإعادة النكبة. فمثلما ترك نحو 750 ألف فلسطيني بيوتهم في الداخل وتشردوا في نكبة عام 1948، تريد إسرائيل إعادة المشهد مرة أخرى في غزة، فلا يبقى في أيدي المدنيين العزل وذاكرتهم إلا مفاتيح بيوت هدمت ومشاهد الموت وحفنات من الأمل. أعلن نتنياهو نيته تغيير ملامح الشرق الأوسط، وصدرت تصريحات رسمية تحث الفلسطينيين على الاتجاه جنوباً للنجاة. فنعود إلى نقطة الصفر، طرد شعب وابتلاع الأرض. مصر أعلنت موقفها بوضوح وحسم، لا تهجير إلى سيناء ولا تصفية للقضية، متكئة على إرث طويل من التضحية وتعلم دروس التاريخ ومبادئ القانون الدولي. أغلقت معبر رفح وأوصدت أبوابه في وجه المخطط الإسرائيلي المدعوم من أطراف دولية، وربطت خروج حملة الجنسيات الأجنبية منه بدخول مساعدات إنسانية لسكان القطاع الذين ضاقت بهم الأرض داخل 365 كيلومتر هي مجمل مساحته، يعيش عليه أكثر من 2 مليون نسمة. تدرك الأطراف الفلسطينية المتنوعة أصالة موقف مصر، ودعت أبناء شعبها للتشبث بأراضيهم حتى لو طال الحصار الذي وصفه الرئيس الروسي بوتين بأنه يشبه حصار نازي لمدينة لينينغراد، حتى لو هدمت الجدران وزادت أعداد الثكالى واستقر الأطفال شهداء تحت الأنقاض.